أحداث متعددة شهدها العام 2018 على المستوى المحلي، حيث بدأ العام مشتعلا برفع حكومة الدكتور الملقي الدعم عن الخبز ليتضاعف سعره بين 67% و100% بحسب نوع الخبز، في حين خصصت الحكومة ما مقداره 241 مليون دينار لإيصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم الخبز. سقف السعر للخبز الكماج الكبير 32 قرش. بعد عدة أيام من رفع الدعم عن الخبز، شهد الأردن أول عملية سطو مسلح على أحد البنوك. تلاها في أوقات متفاوتة سلسلة عمليات على 5 بنوك أخرى وعدة محال تجارية، والأمن يتمكن من القبض على غالبية المنفذين في وقت قياسي باستثناء المحاولة الأولى التي لا يزال منفذها فارا من العدالة. وعليه تقرر المحكمة بالإجماع وعملا بأحكام المادة 7 لطام من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، الحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة. في نهاية الشهر الخامس وقع انفجار في صوامع العقبة أدى إلى مقتل 5 عمال وإصابة 4 آخرين أثناء إجراءات هدم وإزالة أسند فيها الجرم للمقاول الفرعي، حيث أكدت نتائج التحقيق التقصير في اتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل. مواطن أردني يا أخوان، مواطن أردني كان يعمل يبحث عن قوت يومه، هذا حاله وسابوه المسؤولين ورموه راحوا. في منتصف العام أصرت حكومة الدكتور هاني الملقي على المضي في قانون الضريبة، وقادت النقابات المهنية احتجاجا جماهيريا واسعا أسفر عن رحيل الحكومة تحت الضغط الشعبي. في حالة عدم الاستجابة إسقاط الحكومة التي لن تستجيب. واتفقت السعودية والإمارات والكويت على تقديم مساعدات اقتصادية للأردن على إثرها. بعد ذلك كلف الملك الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية وشملت 28 حقيبة وزارية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة. انهيار عمارة في منطقة الغويرية في الزرقاء تودي بحياة 5 من قاطنيها وإصابة 10 آخرين، وحكومة الرزاز في الميدان في بواكر أعمالها. مع انطلاق الشهر السابع بدأت حكومة الرزاز مجموعة من الحوارات والنقاشات المطولة حول قانون ضريبة الدخل بين رفض وقبول، واستمرت بها لأكثر من 2 شهر. الأردنيون يفجعون بوفاة الفنان ياسر المصري الذي جسد أدوارا بطولية منذ العام 94 إلى 2018، كان أبرزها دور النمر بن عدوان في العام 2007. وفي بداية الشهر العاشر أجرى رئيس الوزراء التعديل الوزاري الأول على حكومته، وشمل التعديل 8 حقائب وزارية. وافتتح أمين عمان مع السفير الفرنسي نفق الصحافة ضمن الحزمة 4 لمشروع الباص السريع. أما في منتصف الشهر فقد تم افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي بين الأردن وسوريا لتبدأ حركة المرور بين البلدين بشكل رسمي، وانتعاش حركة التجارة شيئا فشيئا بعد توقف دام 3 سنوات. راح لا في جروب سياحة جوا، في جروب لسه جوا، هذا في جروب سياحة جوا لسه في وجود فوق 20 واحد. في نهاية الشهر العاشر وبدلا من أن تدخل الأمطار الفرح إلى قلوب الأردنيين، أدخلت فاجعة البحر الميت الحزن إلى قلوبهم بوفاة 21 مواطنا وإصابة 35 آخرين، غالبيتهم من الأطفال قضوا في رحلة لسياحة المغامرة في منطقة زرقاء ماعين. الشهران الأخيران من العام كانا محملان بالأحداث، فقد أنهت الإرادة الملكية جدلا واسعا في الشارع الأردني بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر. تم إعلام إسرائيل بهذا القرار الأردني، وهو إنهاء هذه الاتفاقيات حسب ملحق اتفاقيات السلام. وتم فيه إصدار الحكم في قضية أحداث الكرك الإرهابية. إذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 على 1 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤبدة. مجلس النواب يقر قانون الضريبة، ومن مجرد إقراره عادت الاحتجاجات إلى الدوار الرابع
لتطالب بالإصلاح وتغيير النهج، رافعة نفس المطالب الذي بدأت به في منتصف العام وكأن شيئا لم يكن. حسين بن عبد الله from Jordan. السلام عليكم. As I speak to you proudly through our first Jordanian student-built nano satellite, this message of peace is sent to you from me and all Jordanians. في بداية الشهر الأخير من السنة، ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله يعلن إطلاق أول قمر صناعي أردني مصغر مصمم بأيد أردنية لغاية البحث والترويج السياحي ضمن مبادرة مسار التابعة لمؤسسة ولي العهد. الحكومة لا زالت تحاول تحقيق ما تتمكن منه تلبية لمطالب الجماهير. أعلنا ليلة البارحة عن إلقاء القبض على المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وتسلمه من السلطات التركية المختصة التي أبدت مشكورة كامل التعاون والتنسيق. فقد تم جلب المتهم فيما يعرف بقضية الدخان عوني مطيع بجهود ملكية وبتوجيهات ملكية مجلس الوزراء يقر قانونا للعفو العام. القانون المقر يلقى امتعاضا شعبيا ونيابيا واسعا على الصيغة النهائية له، مشتعلا ينتهي كما بدأ رغم برودة الطقس، لكنه ملتهب بصرخات المواطنين الذي تسلل الجليد إلى جيوبهم من شباك الضرائب الذي لا يغلق صيفا أو شتاء. فماذا يخبئ لنا العام 2019 من جديد؟